مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية نجاح. النهاردة قبل ما أبدأ برضو زي الحلقة اللي فاتت ما قلنا، أي حد محتاج شغل، محتاج يبدأ مشروعه، سواء كان معاه راس مال كبير، سواء كان معاه راس مال صغير إن شاء الله 100 جنيه، سواء ما كانش معاه راس مال خالص، يتابعنا النهاردة لآخر الحلقة. النهاردة إن شاء الله معانا مبادرتين للتشغيل أو للشغل من البيت، ان شاء الله ان شاء الله نكون سبب في فتح باب رزق لناس كتير جدا. بناء بقى على طلبكم معانا لتاني مره ومش لاخر مره ان شاء الله دكتور رضا المهدي. دكتور رضا تبرع جاهدا وشاكرا ان هو مش يتكلم عن منتجاته بس، هو اتبرع ان هو يجي لكل ست بيت بسيطه ما معهاش تشتري البريل بتاعه اللي هو بيبيعه اصلا بسعره قليل جدا، وبتروح تشتري ابو 2 جنيه وابو 3 جنيه، فبيعمل لها مشاكل في ايديها وبعد كده بعد الشر بيجيب لها امراض سرطانيه مثلا. ان هو يعلم كل ست ازاي تعمل المنظفات بتاعتها في البيت بسعر قليل. هنكون مع بعض ان شاء الله في سلسله حلقات اسمها تركيبات دكتور رضا، تابعونا ان شاء الله ان شاء الله نفيد كل ست بتتفرج علينا، وان شاء الله زي ما قلنا نكون سبب في فتح باب رزق جديد لناس كتير جدا. اسمحوا لي بقى ارحب بضيفي العزيز والغالي عليا دكتور رضا. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. طبعا الدكتور رضا باحث في علم الاعشاب والزيوت الطبيعيه ومدير شركه اوشن كلين للمنظفات والمستحضرات. تمام، ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. ايه الحكايه، انت قررت النهارده وبعد ان شاء الله الحلقات اللي جايه كمان ان انت تعلمنا حاجات جديده وتركيبات نعملها في البيت، هي الفكره دي اصلا جديده عندك ولا اوريدي حضرتك كنت بتعملها من زمان؟ لا احنا اوريدي عاملينها بفضل الله عز وجل في قناة بتاعتنا تركيبات الكيميائي، أو اللي بيكلمنا في التليفون بيقول أنا عاوز أصنع صابون سائل الأطباق تكلفة عالية وتكلفة قليلة، بيكلمنا وإحنا بنحاول نوفر له الخامات الكويسة الصح، لأن إحنا مشكلتنا في السوق المصري إن الغش التجاري كتير. حقيقي. وبالإضافة إن الخامات في خامات عالية وخامات قليلة، والتاجر مش فاهم، اللي بيشتغل مش فاهم. واللي بيشتري مش فاهم، مش فاهم خالص. حاجة بجنيه هو شايفها سعرها رخيص، أو حاجة ب2 جنيه، في حاجات بجنيه تبقى رخيصة جدا وعلى قدها وتركيبة آمنة بس على قدها. في حاجه ب 4 5 جنيه 10 جنيه زي ما هو بيقرر انه يعمل تركيبه كويسه بتكون كويسه جدا وامنه جدا، بالاضافه ان هي بتوفر له اصلا في البيت، بالاضافه ان هو اصلا بيكون قلبه مرتاح ان هو عملها بايده فعارف ايه المكونات اللي فيها. كنت قلت لي ان في اضرار كتير جدا ان انا استخدم صابون سائل مش معمول بطريقه صح. هو مشكله التجار ان في ناس بتستخدم الفاصل والسيليكات لان الرخصه ثمنهم، هما الفاصل والسيليكات بيعملوا التهابات وروماتايد في العظم بيؤدي للسرطان. هما دول بيعملوا ايه في يعني السيليكات دي ماده قلويه بتتقل الصابون، والفاصل بديل الحامض التقل بتقله في ناس بتدور على التقل، هو ما بنظمش تقل. احنا انا بدور على التقل جدا. لا التقل مش مقياس في الصابون قد مقياس رغوته ونظافته وتعقيمه للبريل. احنا عاملين تركيب ماده اسمها بيوستين، الماده دي بنحطها على منظف الاطباق بيرفع من كفاءته، بالاضافه ان احنا واخدين شهاده من مصلحه الكيمياء ان الماده دي اصلا بتعقم الفطريات والجراثيم والبكتيريا وبترفع اللزوجه بترفع الرغوه، وحاجه رخيصه جدا بتتحط على الصابون بتخليه حاجه تانية. كلام فاضي يعني. حاجات رخيصه جدا. طب ده حلو جدا. عايزه اقول ان كل التركيبات اللي احنا هنقولها ان شاء الله النهارده او في الحلقات اللي جايه هي موجوده على قناه اليوتيوب الخاصه بالدكتور. اسم القناه يا دكتور؟ هي معروضه على الشاشه. تركيبات الكيمياء. هي معروضه على الشاشه، وكنت قلت لي ان هي مش مجرد كلام وبس، لا ده عملي بقى. احنا بنعمل التركيبه عمليه، وان شاء الله من اول يوم الاحد او الاثنين الجاي هننزل كذا تركيبه في المصنع بقى، يعني عملي اكتر تاني وتالت ورابع وخامس، هنوضح تركيبات لكل الناس، لاصحاب المحلات، للي بيشتري، للي بيبيع، للي بيشتغل. وبس الموضوع في التجاره بتاعت الموظفات، لو كل تاجر عرف ان كلمه تاجر نفسها كل حرف جه وراه مكسب وخساره. في كلمه تاجر ت والف وجيم وراه، الت في التاجر دي معناها التأني، يكون متأني في تصرفاته في احكامه، والالف في التاجر معناها يكون عنده امانه، ياخد الحلو ما ياخدش الوحش، والجيم في التاجر نفسها يكون عنده جراءه انه بقى خلاص انا هشتغل بقى مش هكون خايف واروح، لا اشتغل. في الاخر بيساوي كلمه حرف اسمه الره اللي هو في اخر التاجر خالص اسمها الربح. لو انا توفر فيا الاربع شروط الاولانيين انا فعلا هربح وهكون امين وهكون تاجر وهكون صديق وهيكون ليا يعني مستقبل في الشغل بتاعي. ومعروفه من اول ما بدانا الشغل لحد دلوقتي ان تاجر القوت ممقوت، لتاجر بيقوت الناس، لتاجر بيرفع سعر الكحول، سعر الكمامات. واحنا دلوقتي في وضع البلد مش مستحمل. لا ده ممقوت، ممقوته في لحظه الازمه هتروح ويتعرف ان فلان ده ممقوت، فلان ده مستغل، فمحدش هيقرب له، ما يفرحش بالكام جنيه اللي هو كسبهم،
لكن هيلاقي قصادهم خسارات كتيرة جدا. ده حقيقي والله. هنرجع تاني للكلام ده، بس حابة اتكلم برضو عن الشركة اوشن كلين والمنتجات بتاعتها والشركة طبعا، يعني احنا كان نتمنى ان هم يكونوا معانا ان شاء الله الحلقات الجاية بإذن الله يبقوا معانا. فكلمنا كده برضو عن الشركة دكتور وعن الشركة. احنا اوشن كلين موجودة في البحيرة دمنهور، ده مقرها مقرها في دمنهور. طبعا شريكي اخويا وحبيبي الكبير الباشمهندس محمد مصطفى، ده على قمه من الاخلاق، قمه في الاخلاق، ربنا يبارك فيه. وانسان يعني هو محاسب في شركه كبيره، بالاضافه ان هو سايب الاداره كلها ان انا بدير الشركه وبصنع. وشريكنا ربنا يرجعه بالسلامه الباشمهندس احمد حامد، ده في السعوديه موجود ان شاء الله يا رب. ده قمه من الادب والاخلاق، احنا صبح يعني ما شاء الله اهل دين واهل اخلاق، فلما نقول حاجه خير كلهم بيجروا جري علي ان احنا نعمل كل حاجه خير. ما فيش حد فيكم بيختلف يقول لا، لا معلش لا لا ما بالعكس. فيش مكسب احنا تعبنا. بالعكس والله، حتى لو احنا معانا خلافات في الشركه الباشمهندس محمد مصطفى اكتر واحد بيسمع يقول لي طب انت شايف ايه، طب مش هنطلع الاوردر ده، طب بلاش نطلع الاوردر ده. ما شاء الله عليه، انسان يعني عاقل جدا، انسان بيفكر لقدام. اللي احنا هدفنا ان احنا نكون شركه كبيره جدا مصريه وسط الشركات الكبيره دي، وبنحاول نوصل صوتنا للناس. احنا بيكلمونا بيقولوا التركيبه دي جميله والتركيبه دي وحشه، لا وحشه ليه؟ عشان كذا كذا، بنطورها والله فعلا، والمره الجايه بتبقى احسن ألف مره. المقصد ان احنا بنشغل عمال وبلاستيك واستيكرات وكراتين ومنتجات، كل ده كله مصري، مصري وكلهم عمال اولادنا واخويا واختي يعني كلهم مثلا في البحيره. فانتوا فعلا مشغلين المحافظه، وفي ناس في القاهره بطباعه بيشتغلوا لنا في القاهره، وفي ناس توزيع بيشتغلوا لنا عشان خاطر يلاقي له نسبه ربح من 2% ولا حاجه، فبيحاول يجيب مبيعات يودي هنا، وفي ناس بتحاول تورد بره مصر ان هي عاوزه تشتغل، فكله شغال. انا بفرح جدا لما بلاقي ست تكلمني تقول لي حضرتك مشغل وراك 14 ست، انا باخد من حضرتك واربع خمس ستات بيوزعهم، فكل ست عندها اسره بتاكلها اطفال وزوج الله اعلم كان مريض او كان قاعد من الشغل، حضرتك عارف ظروف البلد. طبعا. وبنحاول نوفر منتج رخيص شويه، في ارخص مننا بكتير جدا، بس هنا بيلعب في الخامه، وانا ما انصحش، انت جرب الخامه الاول واحكم عليها وبعدين شوف الارخص ولا المتوسط. إيه؟ في ناس بتنزل بال هم مش فاهمين انا نفسي انزل مره الاسعار حقيقي والله، نفسي انزلها في البرنامج عشان تفهموا بس ارخص ايه. انتوا بتبيعوا بسعر قليل جدا، وانا جربت الخامات حلوه جدا والماتيريال كويسه، ازاي يعني الكلام ده؟ في ناس بتحب تضرب اللي هي بيع ويجري، مثلا يشتري ازايز ويعبيها حرق سعر زي ما بيقولوا، وبيع مره وخلاص ما يبيعش تاني، يدور على منتج تاني يقلده او يعمله، فده بيهز السوق شويه، يقول لا ده فلان بيبيع اقل او فلان بيبيع اعلى، بس مش نفس الخامه بتاعتي، مش نفس الماتيريال بتاعتي. لا طبعا، احنا السيليفونيك بتاعنا والخامه بتاعتنا احنا بنصنعها بايدينا، بنروح مصانع تانيه جنبنا بنصنعها عندهم ونجيبها، كل حاجه بتصنعها. كل حاجه بفضل الله عز وجل بنصنعها، الا بعض المواد بس اللي مش موجوده في مصر بنجيبها من بره. تمام. طيب قبل ما نكمل هتقول لنا ازاي اعمل صابون سائل في البيت، وكنت قلت لي انه كان في مره هو جات له واحده ست فقيره كده فبتقول له لو سمحت انا عايزه صابون سائل بجنيه، جنيه او بنص جنيه. لا ايه الرقم ده مش موجود، مفيش حاجه اسمها كده. وبعدين هو اكتشف ان هي فاكره ان النص جنيه ده رقم كبير او عمله كبيره جدا، بناء عليه هو ابتدى وقرر ان هو يعمل المنتجات بسعر قليل، وقرر كمان ان هو يساعد اي واحده محتاجه تعمل المنتج في البيت عشان مش قادره تشتريه هو هيساعدها. كان في ست جات لنا كبيره في السن حوالي 60 سنه وبتسأل على الصابون السائل او بنص جنيه، فقلت لها حاجه مفيش بنص جنيه، قالت لي لا ده انا بجيب التفاح بجنيه بجيب الخيار بنص جنيه. فسالت فعرفت ان الناس بتوع الخضار والفاكهه والسوبر ماركت بيساعدوها بطريقه مباشره، بتاخد 150 جنيه يعني المعاش بتاعها، طب هيجيب ايه؟ فقلت لها حاجه لا موجود ابو نص جنيه. فقلت لها طب خدي ده اشتغلي بيه النهارده بكره ان شاء الله اعمل لك. قعدت ربنا كرمني ومن عليه بفضله، عملت تركيبه بسيطه جدا فيها ماده اسمها جليكوليبيد، الماده دي بترفع الرغوه، وكانت صدفه ان انا اشتغل بيها وعمل الطفره، كان تكلفه الكيلو حوالي جنيه، فاديته لها. فواحد صاحبي جربه قال لي هو حلو بس خفيف، يعني مش طبعا مش هنقارنه مش بتاعنا يعني مش هو 30 40 جنيه، كان مش مطابق للمواصفات القياسيه المصريه. فكان رد مني هو لكن هو مطابق للمواصفه القياسيه الانسانيه المصريه. مواصفات القياسات على الكيمياء مش تنفع، لكن في حاجه اسمها انسانيه، ان انا بحاول اساعد الناس بس حاجه ما تضرهمش، حاجه تنفعهم، لو حتى رغوتها ضعيفه، لو حتى رغوتها على قدها او فيها، بس ما فيهاش اي ماده تضر جلدها حاشا لله ابدا، ما فيهاش اي حاجه من الحاجات دي. وبنعمل التعادل مره واثنين وثلاثه واربعه، وبنضيف جليسرين عشان برضو يلطف على الايد، او مونوبروبيلين جليكو ماده غذائيه حلوه جدا بنضيفها برضو، بنضيف كذا حاجه ملطفه بحيث لما تيجي تغسل ايدها ما توجعهاش او تكرمش او تكون تعبانه. لا احنا بنحاول، لان دي امي واختي وستي وبنتي،
لو احنا ضيعناهم مين هيربي؟ انا عارفه صح والله، يا ريت الناس كلها بس تفهم الكلام ده. طيب قولي بقى، احنا نعمل ازاي الصابون السائل؟ احنا قلنا ان التكلفه تقريبا مش هتتعدى ال 20 جنيه، وهنعمل قد ايه؟ احنا ممكن نعمل 5 لتر او نعمل 10 لتر. لو عملنا 10 لتر هتكلف حوالي 40 او 50 جنيه، ولو عملنا 5 لتر حوالي 20 جنيه. انا بروح عند محل منظفات بقول له انا عاوز حامض سلفونيك. اسمه حامض سلفونيك. هو المفروض ان دلوقتي الكلام ده او المكونات دي هتنزل على الشاشه عشان تكتبوها، حامض سلفونيك. بس ده تركيبه بيت مش تركيبه شغل. لو واحد عنده مصنع في خامات ثانيه بنشتغل بيها، بعرفها له اضافات ثانيه زي التايلوز، زي ممكن يعني زي التكسابون بزياده، بيحط نسبه من املاح معينه ما تاثرش على الرغوه. لكن دي تركيبه امنه جدا لست البيت ونظيفه جدا وبسيطه جدا ومش محتاجه تعقيد. لا 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 خالص. هي بتروح تقول له انا عاوز كيلو حامض سلفونيك بس يكون تركيزه عالي 80-90% يكون تركيز بالحامض. تقول له كده فهو الراجل هيفهم. فالكيلو بتاعه ب 20 جنيه على ما في الحدود دي. بتاخد كيلو وتقول له انا عاوز مقدار التعادل بتاعه، بيديها هيدروكسيد صوديوم او صودا سائله بتكون مقدار التعادل، بتدوب الكيلو ده في الميه وتحط مقدار التعادل بتاعه في 10 لتر ميه. لو احنا هنعمل 10 كيلو نحط 8 كيلو، يعني الكيلو من بالحامض هيعمل 10 كيلو. احط عليه 10 كيلو ميه. بحط 8 كيلو ميه واحط الحامض بتاعي واقلبه كويس جدا، بس تكون ميه نظيفه ميه مفلتره، ما تنفعش ميه ترومبا اللي هي ميه الاملاح، املاح فيها عاليه وهتعفن المنتج وهتاثر على المنتج. طب دي معلومه مهمه جدا. تكون ميه نظيفه ميه حنفيه. طب انا ما عنديش فلتر، ممكن مثلا اغليها واسيبها تبرد؟ ممكن اغليها او اجيب ميه الحنفيه واحط حاجه اسمها ايديتا، بحط مثلا لكل كيلو ميه نص جرام، بينباع برضو عند محل منظفات. يعني ال 10 كيلو ياخدوا 5 جرام حاجات لا تسكر يعني، وبقلبها بسيبها نص ساعه، وبعدين اضيف حمض السلفونيك واقلبه كويس جدا، واجيب مقدار التعادل بتاعه صودا وادفع لحد ما يديني بورقه بي اتش كده من عند بتاع منظفات ان البي اتش بتاعته 7 لونها اخضر زرعي. بتاعت المدرسه دي زمان. تمام. بعد كده بحط 200 جرام تكسابون ماده رغويه، وبحط 50 جرام جليسرين واقلبه واسيبه لتاني يوم الصبح. جليسرين؟ جليسرين وماده رغويه اسمها من الصيدليه او من اي حد؟ من الصيدليه، من محل منظفات كله ببيعها. طب ده حلو. واسيبها في البيت. دي تركيبه كويسه جدا للبيت، امنه جدا على ست البيت، وهتبقى رخيصه عليها. لكن في تركيبات ثانيه طبعا بتبقى اعلى كتير جدا، وفي تركيبات اقل جدا. طب هي ست البيت بتحب الحاجه تقيله، لو حبت تقله احنا بنحب لو حبت تقله ممكن تقله بملح الطعام بتاع البيت، الملح العادي. بجد؟ بتدوب شويه ميه، ملح بشويه ميه وتضيفه، يبقى ايه تقل معاها خلاص. لو هي بقى مش عاوزه كده تضيف مواد زياده فتقله. كل ما تضيف مواد كل ما الصابون يتقل معاها وكل ما هيبقى اغلى برضه. وبعدين هي دلوقتي اشترت الصابون على ايديها، مش هيكلفها 2 جنيه، عارفه طبعا نوع السلفون كويس، حاطه الحاجه بتاعتنا اللي فيه فاصل اللي هو حامض كبريتيك مركز يعني لما بنحطه على الارض بيفور الارض، ما بالك بالجلد ده اللي بيقطع يعني. تلاقي ستات ايديها وضوافرها متقطعه، واللي عندهم سكر بالذات تبقى ماساه شويه. انا شفت قبل كده كان حد منزل على الفيس ان ست البيت ايديها ورمت وسودت ولا قدر الله قدر البتر، والعياذ بالله. ده بسبب واحد تاجر ما عندوش امانه عشان يوفر نص جنيه وربع جنيه عمل الكلام ده. نص جنيه وربع جنيه؟ هم التجار احنا التجار بتوع المنظفات بيبص في الربع والجنيه، لكن هو ممكن يعمل تركيبه قليله بس بخامات نظيفه كويسه. ما احطش اللي يضر على الاقل. على الاقل ما احطش اللي يضر. يعني احط اللي يفيده بس. ولو الناس قالت ده تركيبه خفيفه، بس مش هقول مضره، بخفيفه بس تبقى نظيفه وهتحافظ على البيت وهتحافظ على اهل البيت. والست اصلا لما بتعمل الحاجه بايديها بنتبسط قوي. الست لو اشتريت اكل من بره ما تقتنعش بيه. تطلع في اوضه الفطسان. لكن لو عملت صابون بايديها هتحس نفسها مهندسه كيميائيه، وهتشتغل وهتاخد الثقه بتاعتها، ومش بعيد تبيع لجيرانها. يعني انا ممكن ابيع منه عادي. دي مدام ايناس كانت من اسكندريه وخدت من عندنا تركيبه ونفعت فباعت لجيرانها. النهارده مدام ايناس عملت محل وبتبيع لكل الشارع. يعني ايه خدت تركيبه من عندكم؟ يعني كلمتني انا عاوز اعمل تركيبه 6 لتر صابون، طب خدي كذا وكذا وكذا. خامات نظيفه. بتوفر لها الخامات بقى الخامات. وانت ضامنها وعارف هي جايه منين؟ طبعا الخامات انا شغال بيها، بقول لها الخامات انا شغال بيها انا، فخديها اتفضل اشتغل بيها. فالجيران حبوها، فالطلب زاد، طب اديني برميل اكبر، طب اكبر، طب استنى بقى انا عامله جمعيه صغيره هفتح محل. حلو قوي ده. فتحت المحل ما شاء الله تركيبه جميله جدا، الناس كلها شكرت فيها، حاطين فيها حاجه اسمها انزيم بيوستين، حاطين فيها حاجه اسمها صوديوم اوكتادين كربونيت، مواد قاتله لتقتل الدهون فعلا في الاواني، ومعقمه للجراثيم والبكتيريا والفطريات. هي اصلا ست البيت لما ببعت لها شهاده التحليل بتاعت ماده البيوستين بقول لها دي مصلحه الكيمياء مطلعاها ان هي اصلا بتكافح الفيروسات، فبتحطها عند البرميل تقول لهم بصوا احنا حاطين ايه في الصابون. حتى لو مش فاهماها بس هي خدت الثقه. خدت الثقه، اهم حاجه الثقه في التجاره. ممكن اخطا، ممكن في مره يحصل سهو، بس لما تيجي تقول لي انت اخطات بقول لك فعلا عندك حق، مش هعمل كده ثاني، هعدل من نفسي. لا اصل السلفونيك ده فيه حاجه، لا اقول لك حاضر المره الجايه. الخطا في اي مجال وارد، بس ان انا اعمي عيني واصم وداني عن ان انا اسمع الناس معافره.
انا ما بغلطش، في ناس هي فاكره نفسها ما بتغلطش. فعلا فعلا. تمام، ده كده الصابون السائل. إيه انا لما باجي انا ممكن اطلب منك الماتيريال دي او الحاجات دي واقول لك انا عايزه تركيبه صابون سائل؟ تمام. او تركيبه داوني مثلا، تركيبه معطر ملابس، كل ده موجود. احنا بيتكلمنا بنديها يا اما داوني على السخن او البارد. انا افضل طبعا السخن، من كله شموع وكله زيوت، فبيلين الهدوم، بيخلي الهدوم بتتنفس فعلا، بيدي الهدوم بيديها عمر اطول، من الملابس لما تغسل بالميه يحصل لها جفاف، فالمنسوجات بتتكسر، فتلاقي القميص او البنطلون بدا يتخرم. تمام. لا الدوني بيساعد انه ما يتخرمش، يطول عمره شويه. في الظروف اللي احنا فيها احنا عاوزين القميص يقعد، بلا ما يقعد 4-5 شهور، عاوزين يقعد سنه سنتين ثلاثه. لا بالتركيبات دي ان احنا بنحطه بيلين الاقمشه وبيديني احساس جميل بالهدوء وبالنعومه، بيديني احساس رائع في الريحه بتاعت انا بشممها، كل ده بيساعدني ان اشتغل كويس. طب حلو جدا. طيب مبادره احمي بلدك احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. تمام. وقلنا احنا بنوفر المنظفات وادوات التعقيم، ادوات التعقيم بشكل خاص يعني. بسعر قليل. احنا لسه مستمرين؟ ما زلنا مستمرين. احنا بفضل الله وفرنا في عياده في دمنهور برج عيادات لبوابه التعقيم، حاجه اسمها بنزلكوليوم كلورايد، ماده في التعقيم، احنا وفرناها لهم، بتنباع بره ب 400 وشويه. احنا بعناها ب 160 جنيه، يعني ما يقارب ان احنا اقل من ثلث ثمنها. بعناها كتير قوي، والكيلو بتبيعه كتير قوي. لا والكيلو بتحط على 30 كيلو ميه، فممكن تقعد طول النهار كيلو وما خسرش حاجه، حاجه بسيطه جدا. 160 جنيه كلام فاضي. وبتكلفه تكلفه الحاجه اللي احنا بناخد مواس من الشركات بنحطها في الماده اصلا. التركيبات اللي احنا في قريه الحدين، البحيره قريتي، وبعتزي بيها جدا. يا بختهم بصراحه. لا والله بحبها جدا. قريه اهل خير، اهل صلاح، اهل دين، عمرهم ما سابوا حد، عمرهم ما سابوا بعض اصلا. لو في مشكله بيتجمعوا مع بعض، ولو حد دخل من بره يصلح استحاله، اهل بيتهم بيصلحوا بينهم نفسهم. وان كان اصابها بعض الوهن دلوقتي، وان كان اصابها بعض يعني الضعف شويه، ولكن هترجع افضل من الاول، هترجع ولاده زي ما هي ان شاء الله باذن الله. احنا جهزنا القريتي الاثنين طن بس ان شاء الله، هم حتى الان ما جوش خدوها لسبب ما اعرفش، في اسباب هناك ان شاء الله، هم عشان بس بيكافحوا الامراض في الحالات طبعاً في البيوت. فاحنا في كذا حد تواصلت معاه هناك عشان ما ينزلش البلد بقالي فتره، فان شاء الله نوصلها لهم خلال الاسبوع اللي جاي، ياخدوها باذن الله، موجوده ان شاء الله عندنا. وهنبدا هنزل ان شاء الله معاهم باذن الله، نعقم البلد كلها، وهنودي بقى اللي هي الماده اللي كل التجار ما بيحاولوا يعرفوش الناس بيها. منظمه الصحه العالميه كانت يعني عرف الناس ان احنا نعقم بالكحول، بالايزوبروبانول، بالبيروكسيد الهيدروجين او طيب. فوق الهيدروجين التركيب الكيميائي بتاعه H2O2. طيب. ليه اسم تاني اسمه اكسايدانيت. تمام. اللي هي اصلا يعني ميه الاكسجين بتاعت الصبغه. أو يعني انا دلوقتي احنا هنقول لكم ازاي تعملوا معقم في البيت بسرعه جدا بقى. قول لنا ازاي يا دكتور. ورخيص جدا. احنا بنروح نجيب كيلو ميه اكسجين من عند محل منظفات بتاعت الصبغه. بتاعت الصبغه، بس نجيب مركز 48%. نقول له عايزين 48%. تمام. يبقى الكيلو بتاعه من 20 جنيه، باخد الكيلو بحطه في 19 كيلو ميه. 19 كيلو ميه، اصبح كده عندي 20 كيلو. الكيلو مش هيكلف عليا جنيه، وارش منه على ايدي، ارش منه على هدومي. امين امين جدا، بيطهر جدا وكويس جدا، ارش امسح بيه الشقه، هيبقى ممتاز جدا. يعني الكحول غالي ومش متوفر، فيعني ده ماده معقمه كويسه. ده كويس جدا جدا وسعره حلو، كويس جدا. في قصه هتحكيها لنا بسرعه جدا عشان نختم. كان التجاره الناس بتخاف ان هي تجازف وتحط فلوس وتاخد فلوس. كان احد التجار كان شاطر جدا في تجارته، فحب يعلم ابنه ازاي يتاجر، فاداله مبلغ مالي، قال له اطلع يروح تسوق وبيع واشتري وورينا تعمل ايه. طبعا الطفل الواد الشاب ده بياكل وينام، فقال له خلاص هطلع. فطلع وصل لشجره، فحب يقعد تحتها كده يستظل، فلقى ثعلب كسول جاي ينام في شجره جنب منه، ولقى اسد بيجري ورا غساله، والغزاله كل ما تجري ترمي تراب على وشه، ترمي زلط على وشه، تجري يمين تجري شمال، هو مركز على هدفه الاسد، لحد ما راح الاسد وافترسها وخلاص كله بقى منه فتات. فالثعلب بعد ما الاسد خلص، الثعلب راح كل الفتات اللي اتبقى من الاسد، وبعدين رجع نام. فالشاب قال لي ايه، هي تعب نفسي، طب ما اكون زي الثعلب واعيش على رمرمه الناس واعيش على بواقي الناس. فراح لوالده وقال له انت يا ابني رحت الصبح رجعت العصر، رجعت ليه؟ قال له، حكى له القصه بتاعت الاسد والثعلب، وقال له انا مش هموت من جوع. فرد الاب كان حكيم جدا، بيقول لابنه ايه؟ علمت يا ولدي انك لن تكون ثعلبا، ولكن اردت ان تكون اسدا، فكن يدا عليا ولا تكن يدا سفلى، اعطي ولا تاخذ، واترك الناس ياكلوا مما تبقى منك، ولا تكن من الذين ياكلوا فتات الناس، كن اسدا وسط التجار، كن اسدا يعافر في الحياه، ولا تستسلم كالثعلب الماكر البطيء الكسلان.
انا ما ينفعش اتكلم بعد الكلام ده. ربنا يبارك فيك. دي احلى قصه ممكن نسمعها النهارده واحلى حكمه ممكن ناخدها. هنروح لفاصل بسرعه جدا ونرجع لكم مع المفاجاه كاريشما.